انتبهوا، لأن المرأة الكنعانية كانت عندها بنتها مصابة بالنوع ده من الأرواح. إذا أنت وروح الله بيفحصك من خلال الكلمة دلوقتي، وابتديت تربط حياتك باللي بيتقال دلوقتي، وممكن بتسأل نفسك هل أنا بتسكن عقلي شياطين، بتسكن عقلي أرواح شريرة؟ طيب لو أنا بتسكن عقلي أرواح شريرة إيه الحل؟ هذه المرأة عندما فشلت كل الطرق والمحاولات اللي استخدمتها في شفاء بنتها، سمعت عن يسوع وأتت إليه وصرخت إليه طالبة الرحمة، قالت له بنتي مجنونة جدا. ما كانتش مجنونة جدا يعني، من كانت في أعلى مستويات الجنان. ممكن تكون بتعمل إيه؟ بتجرح نفسها، حاولت تنتحر مثلا، حاولت تأذي جسدها ونفسها، حاولت تأذي مامتها. لما يبقى في أشخاص في عائلتنا تسكن عقولهم وأذهانهم الأرواح الشريرة، بيتصرفوا تصرفات غريبة. في أنواع من الأرواح الشريرة تسكن اللسان، تلاقي الشخص ده طول الوقت بيشتم، بيسب، بيلعن. الجسد الإنسان وعقله مملوء بالبوابات ومملوء بأماكن للسكنة. العينين، شخص تبقى ساكنة عينيه، ساكنة الأرواح الشريرة عينيه، تلاقي كل شيء بيشوفه نجس، بيشوف الناس بنظرة شيطانية. بيرى الأمور بأرواح نجسة، الشياطين تنظر من عينيه. شخص الممتلئ من روح الله لا عينيه بسيطة، عينيه مش شريرة. اللي في العالم ايه؟ شهوة العيون. لما تبقى العيون بتشتهي أمور دنيوية وأمور شريرة تسكنها الأرواح الشريرة. بس أنا عايز أركز على الشياطين اللي بتسكن العقل، لأن دي أشهر شياطين. الشياطين دي لما بتسكن العقل بتتحكم في كل جسد الإنسان ونفسه. هذه المرأة طلبت الرحمة، صرخت بصوت عظيم، قالت له كده: يا يسوع، يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. المفروض تخيل معي، تأمل، تصور هذا المشهد معي. امرأة أتت أمام يسوع بتصرخ بتبكي: أنا بنتي مجنونة. رد فعل الرب يسوع ايه؟ ده ظهر، لم يجبها بكلمة. مشهد غير مفهوم. لو أنت إنسان جزداني وشفت الرب بيتعامل بهذه الصورة مع هذه المرأة، هتقول ايه؟ هتحسب الأمور بشكل جزداني. هو ليه بيعملها كده؟ الست بتصرخ، الست طالبة حاجة كويسة، طالبة الرحمة من أجل بنتها، الست دي طالبة الخلاص. لكن يقول الكتاب الرب لم يجبها بكلمة. كنت أتوقع أن الرب بسرعة بسرعة يجري عليها يقول لها: أنت عايزة ايه؟ تشفي، أو هاتي بنتك هشفيها. الرب لم يفعل هكذا. الإنسان الجزداني هينظر للأمور بشكل جسدي، لكن الرب هنا كان يمتحن إيمانها. هل لك إيمان يا امرأة؟ عندما تأتي إلى الرب وتطلب التحرير وتطلب الشفاء، لن يشفيك ولن يحررك إلا لما تكون جاهز إنك تقبل الخلاص، تتولد الولادة السماوية وتمتلئ بالروح القدس فتشفى. دي مفاتيح الحصول على كل بركات السماء. هذه المرأة طلبت الشفاء لبنتها، بنتها مصابة بأرواح جنون، شياطين كثيرة تسكن عقلها وجسدها، لكن الرب الكتاب يقول: فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها
لأنها تصيح وراءنا. عارفين لم يجيبها بكلمة وكمل، هي سكتت قالت ده ما عبرنيش، ده ما عملش معايا حاجة، يعني لم يشفيني ولم يشفي ابنتي، حتى ما عزنيش بكلمة، ما طبطبش عليا. الرب سابها ومشى، بس لما اداها ظهره كان في امتحان للإيمان. لم يجيبها كلمة، مشيت وراه بتصرخ. التلاميذ قالوا يا رب يا رب ماشية ورانا بتصرخ بتصيح، نمشيها بدل ما هي بتصرخ كده، نمشيها ونرتاح. عدد 24، فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. واضح ان هو جاي لشعب الله للمؤمنين. عدد 25، هذه المرأة لم تيأس. ارفع ايدك كده قول لن ايأس باسم يسوع. هذه المرأة لم تيأس من رحمة الله، بكل تواضع انكسرت امامه وسجدت له علامة على انها تؤمن بالرب. الطلبة الثانية، يا سيد عني. هذه المرأة كانت فهمة لغة يسوع الروحية، الرب كان يتحدث معها بلغة روحية. وهذه المرأة كانت لها أذنان روحيتان تسمع اللغة الروحية وتفهم اللغة الروحية التي كان يتحدث بها الرب إليها. في المرة الثانية سجدت لي وقالت له يا سيد أعني. طلبت الرحمة، كان لازم يلفت انتباهها أني هل أنت بتقبليني رب؟ هذه المرأة قالت له يا سيد أعني، فأجاب وقال ليس حسنا. ده الامتحان الثالث، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هي المرأة دي كانت طالبة خبز؟ المرأة دي كانت طالبة شفاء لابنتها المصابة بأرواح الجنون والأرواح الشريرة، لكن يسوع كان يصف الشفاء من الأرواح الشريرة ومن الأمراض بخبز البنين. ده طعام الله بيعطيه للأبناء فقط. وكأن الرب عايز يقول لها يا امرأة الشفاء والحرية ده طعام لأبناء الله، ده غذاء روحي، فما ينفعش خبز بدأ يشرح لها ليه مش بيجيبها بكلمة. قال لها لأني ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يعطى للأشرار. ده خبز للأبناء، الشفاء والحرية لأبناء الله. فلو أنت ابن الله وبنت الله عندي خبر حلو ليك، الشفاء من حقك، الحرية ملكك ومن نصيبك. من الغباء الشديد جدا للمسيحيين او اللي بيؤمنوا بالرب يسوع المسيح انه مش عارفين حقوقهم، مش عارف ازاي ياخد شفاءه، مش عارف ازاي يعيش بالروح ويمشي في ملكوت الله مرفوع الراس ومنتصر. مش عارفين نعمل دي، مهزومين من الارواح الشريره، مسيحيين مجلوبين من الارواح الناجسه ومن ارواح الشياطين من بكل انواع. الحرية ليك لو انت بتؤمن بالرب يسوع المسيح. ينبغي ان تحل الليلة، ينبغي ان تشفى. هذه المرأة لما الرب قالها كده استمرت عندها ايمان عنيد،
إيمان، تمتلك هذه المرأة إيمان عنيد، وكأنها بتقول له وراك وراك لن أطلقك إن لم تحرر بنتي. إيمان عنيد. فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة إيه؟ أربابها. هي اعتبرت أولاد الله إيه؟ أسيادها. كانت بتقول له أنا عايز الفتات اللي نازل من مائدة الأولاد. رب تعجب، الرب كان مندهش من إيمان هذه المرأة. قالت له يا سيد الكلاب تأكل من الفتات الذي تسقط من مائدة. هي بتتكلم بلغة روحية وفهمت لغة الرب الروحية، وكان ردها روحي، لذلك كانت المكافأة فورا الشفاء في الحال. تعالوا نشوف لما قالت كده في عدد 28 يقول حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك. هذا المستوى من الإيمان اسمه الإيمان العظيم. لو انت عايز يكون ليك إيمان عظيم ادرس إيمان هذه المرأة، متسربلة بالتواضع، تعرف مشيئة الله، لها لغة روحية، رغم ان الرب في الوقت ده مرسل لشعب اسرائيل بس، وقال انا ما جيتش الا لخراف اسرائيل الضاله، لكنه شفاه. لكن الرب يقول كده يا امراه عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين. يا سلام، ما نفسكش؟ ستي دي عرفت تدخل عالم الروح وتسحب المعجزة. كان عندها عنف روحي، إيمان عنيد، رب تركها، تذللت للرب، تواضعت قدام رب، انكسرت أمامه وسجدت له باكية صارخة، طلبت الرحمة، طلبت المعونة. في كل مرة الرب ما بيجيب، لم يجبها بكلمة، عندها إصرار. عندما رأى الرب هذا الإيمان العظيم حينئذ وافق إنه يديها الشفاء. لو أنت ما عندكش نفس النوع ده من الإيمان لن تنال شيء. هتقول إزاي أحصل على النوع ده من الإيمان؟ الولادة السماوية. لازم تبقى ابن الأول، لازم تبقى ابن الأول، لازم تبقى بنته الأول، لأن الشفاء والحرية هما خبز الأبناء. كيف نولد؟ الولادة السماوية. بالمناسبة قبل ما ادخل على الولادة السماوية او كيف نولد، تعالوا نشوف المرأة دي ايه اللي حصل معاها. يعني الرب مدح ايمانها بس؟ يقول كده يا امرأة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. عارفين في شاهد تاني اقوى من الشاهد ده، مرقس اعتقد يقول كده وفي تلك الساعة خرج الشيطان من ابنتها. لما روحت البيت الرب ما قالهاش طب انا جاي معاكي اشفي بنتك، الرب ما قالهاش انا جاي معاكي اشفي بنتك. عندما امتحن ايمانها لا ايه؟ اذهبي قد خرج الشيطان من بنتك. انا بنتي في البيت، انا بحب النوع ده من الايمان. يا الهي، قال لها اذهبي خرج الشيطان من بنتك. ما قالتلوش لا من فضلك يا رب يعني تعالى معايا، تعالى حط ايدك عليها.
بعض الأشخاص اللي بيجوا في خدمة التحرير والصلاة بيبقوا مليانين عدم إيمان، هم عندهم مشاعر بس، أنا شاعر إن أنا هتشفي. الروح القدس يضع شروط لكي تنال كل اللي في قلب السماء وفي قلب الله، ينبغي أن تولد من فوق وتتكلم بلغات من فوق. في يوحنا 3 الرب بيوصف الولادة السماوية ودانا مفاتيح. ايه هي الولادة السماوية؟ لما اتكلم عن ولادة سماوية، لان الرب شرط على المرأة الكنعانية لها خبز بنين، هل انت ابن؟ اسأل نفسك السؤال ده، هل انت بنت الرب؟ هل انت ابن الرب؟ تأمل الكلام ده، اسأل نفسك السؤال ده. هل اتولدت الولادة السماوية؟ تعرف حاجة عن الولادة السماوية؟ أنا عايزك تنتبه، لأن الله دعاك الليلة، هو عارفك باسمك ودعاك الليلة في محضره عشان تسمع الرسالة دي وتخلص. الكلام اللي بتسمعه من روح الله به تخلص الليلة.